ذكر حجاج الشام خبر وفاة اللغوي عبد الرحمن بن إسحاق النهواندي الزجاجي شيخ العربية في عصره. ولد في نهواند، نشأ في بغداد وسكن دمشق، تتلمذ على يد العلامة أبي إسحاق الزجاج فنسب إليه، كما أخذ عن كبار علماء عصره وحدث عن ابن قتيبة الدينوري. اشتغل بالتصنيف والتأليف وامتازت مؤلفاته بالبساطة والوضوح، منها الجمل الكبرى، الإيضاح في علل النحو، شرح الألف واللام للمازني وغيرها كثير. توفي ودفن في طبريّة.